مرحبا بكم في فيديو جديد ان شاء الله مع اخوكم يوزم قناة جوسيف دياج. مع الخوت دابا حنا طالعين للفيلاج. كنت تحت جيت طليت على الوالدة الله يخليها ليا والله يخلي جميع الامهات تاع المسلمين او غير المسلمين كان في اجمعين. المهم الخوت حنا طالعين دابا طالعين للفيلاج يعني بقى ساعة للفطور. المهم الخوت كما كتشوفوا معايا المناظر الخلابة والجميلة والثلوج كما كتشوفوا معايا الثلوج كتبان من هنايا باش نزوم عليكم باش تشوفوا الثلج يعني باش تعرفوا. كما كتشوفوا معايا الخوت نزيد نقص من الزوم اوكي. المهم الخوت من نوصل للفيلاج نعاود نرجع لكم بسرعه. اوكي الخوت حنا غاديين في الطريق ديالنا كما كتشوفوا معايا. بغيت نوضح لكم واحد الحاجه غادي نصور الجامع ان شاء الله. هذا هو المسجد الخوت كما كتشوفوا معايا. المسجد كان حد وحد هنايا كان هذا الباب وهذا الباب يعني بالفلوس تاع المسلمين وجهد تاع المسلمين بنايه مغاربه تايرين. كان واحد الاخ تايري تبارك الله يعني هو اللي تعب وصنع اشياء يعني كثيره. المهم القوس ندخلوا كما كتشوفوا معايا يعني شيء الفيديو يعني كما كتشوفوا معايا القوس يعني الجامع كيفاش ولا يعني من كان صغير الجامع شو تبارك الله يعني تبارك الله الخوت كيما شفتو معايا الجامع ولا شيء جد رائع كيما شفتو. داروا ليه التوقيت داروا ليه بزاف د الحوايج كيما كتشوفو معايا. هادي كنظن الناس اللي كيتبرعو هنا دايرين القرآن كيما كتشوفو القرآن. ومن جهة أخرى فين كان داك السيد تما دايرين يعني عبايات اللي بغى شي واحد يصلي بالعباية يعني ما يصليش بدون عباية. الله يجازيهم بخير الناس اللي تعبوا. وهنايا كما كتشوفوا معايا الناس كيصايبوا افطار يعني الله يجازيهم بخير يعني. والناس كما كتشوفوا معايا يعني شيء جد رائع وشيء جد ممتاز كما كتشوفوا يعني البيت الله رجعوه يعني زوين كما كتشوفوا. ما كانش بحال هكايا ما كانش الطلامات ما كانش هادشي كامل ما كانش. كنظن هاد البلاصه هادي داروها الافطار الناس اللي ما عندهمش الناس اللي ما بحالهمش كيجيو يفطروا هنايا. المهم الخوت الله يجازيهم بخير دعوا مع هاد الناس هادو الله يكثر من امثالهم والله يجازيهم بخير والله يعطيهم ما تمنوا ان شاء الله والله يعطيهم شي حاجه ان شاء الله. نقول الدراري الباكستانيين السلام عليكم يا اخوان السلام عليكم غراتسي سوف فيديو بر النوفو مسجد غراتسي تانتو. كما كتشوف معنا قلت ليه شكرا بزاف يعني خلاني نصور يعني داخل المسجد ما هضرش معايا. المهم دابا هي 7:57 دقيقه حتى لابس الصباط الخوت ما نقدرش ندخل الداخل 7:50 دقيقه باش حتى الوالده ديالي تشوف المسجد كيفاش ولا من الداخل يعني شيء جد رائع شيء جد ممتاز يعني روعه 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 الخوت يعني كما كتشوفوا معايا يعني شيء جد جميل شيء جد رائع. المهم الخوت غادي نخرجوا من الجامع وغادي نمشيو للفوق ان شاء الله للبياتزا. كما كتشوفوا معايا داروا بلاصه تاع الصبابات يعني مدخل النساء مدخل النساء هذه بلاصه النساء يعني هذه بلاصه هذه
البلاصة هذه اللي كتشوفوا هذا السلك هذا دايرينو النساء كما كتشوفوا، مدخل النساء يعني انجريسو لي دوني، انجريس على لي دوني. هنا دايرين الصبابات وبزاف الحوايج. المهم الخوت بقى ليا نقول لكم نشوفوا من بعد، نشوفوا الفوق ان شاء الله اللي تما كاين الطوالات باش الناس يستحق. كاين حتى حمام بغا يعوم شي واحد ولا شي حاجه. المهم الخوت نخليو الشامع، نقول للناس شكرا بزاف، غراتي ميل فراديلو، غراتي تاندو، تشاو، بون رمضان. كما كتشوفوا معايا الاخوان خرجنا من الشامع، هذا هو الشامع، يعني ما شاء الله شو من برا كيفاش داير، ومن الداخل الناس الى 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 كيبان بحال الكراج. حد هذا الكراج كان شركه الصباط، كان غير هذا الباب هذا وهذا الباب هذا كما شفتوا معايا، يعني كانوا جوج. وفاش الناس فاش هذاك السيد هذا مات، كنظن مات بواحد كسيده ولا مات موتة الله ما عرفتش القصة ديالو، والمحسنين كراوه يعني باش يفرعوا يعني يزيدوا يكبروه، حيت كان حائط يعني بزاف الخدمة دارت في هذا المسجد هذا. وبغيتكم الاخوان تدعيو مع هاد الناس اللي خدم اي حاجه دارها في هذا المسجد، بغيتكم تدعيو معاه يعني باحسن ادعيه، يعني الله يجازيهم بخير هاد الناس هادو اللي تعبوا واللي سهروا على هاد الجامع، يعني حتى ولا بحال هكا ولا يعني جامع جد رائع وجد ممتاز. يعني كان شحال هادي هو مسجد صلاة، يعني مسجد يعني كما يكون نوع واخا حصيرة كيبقى دائما مسجد، ولكن الناس باغيين يرجعوه مسجد زوين، ولكن ربي حقق ليهم هذاك الشيء اللي كانوا متمنينه. المهم اخوت احنا غاديين في الطريق ان شاء الله، غادي نمشيو نطلعوا دابا الفوق الفيلاج ونكمل لكم الاستوار ان شاء الله. معانا ما تصبيوش. I got the horses in the back, horse stock is attached, head is matted black, got the bushes black to match.